علشان نتكلم لازم نبقى متفقين على حاجات مهمة جدا. أولها إن أنت لازم يبقى في عندك ثقة حقيقية إنه أي قرار بيتخذ هو بجد كل اللي بيبقى في الذهن وفي الضمير وفي كل ما يجول بخاطر متخذي القرار إنه أنا عايز أفضل واقف جنبك يعني يعني إيه كلمة دعم يا جماعة؟ دعم يعني انا واقف جنبك يعني انا بسندك يعني انا بسندك متفقين طيب يبقى علشان اقدر اقدم لك المساعده دي في حد بيروح يساعد القوي استحاله انا هساعد مش هقول الضعيف هساعد الاقل قوه وبالتالي لازم ادور على الشخص الناس اللي بتستحق هذه المساندة هذه المساعدة هذه أو هذا الدعم ولازم احط لهم اطر طيب الاطر دي بتبقى مبنيه على ايه على معايير فلازم الاول احط معايير اقول والله هو يوسف يستحق الدعم اه ولا لا مندو يستحق الدعم اه ولا لا عطيه يستحق الدعم اه أو... اقول لكم على اسماء مجموعه من زمايلي يعني نستحق الدعم اه ولا لا عطيه قال لي انا ساري لا استحق الدعم كويس فاللي بيحصل هو الاتي انه اتعملت مجموعه من المعايير وبناء عليها نقدر نحدد مين يستحق دعم، مسانده، مساعده، الدوله تفضل واقفه جنبه، لا تتركه ابدا تحت اي ظرف من الظروف، وانا بقول لك تاني اهو، الدوله لن تترك احد على الاطلاق على الاطلاق ابدا. وتعالى نبداها من ورا شويه يعني مش بس على المؤتمر بتاع النهارده ومساله ترشيد الدعم، ترشيد الاستخدامات، كل الكلام ده، لا. تعال ناخدها من ورا شوية ورا شوية لما حصل موضوع الكورونا بعد كده حصل موضوع الحرب الروسية الأوكرانية كلنا دون استثناء في العالم كله عانينا اقتصاديا وبالمناسبة الدول الغنية والدول نص نص والدول اللي على قد الحال الكل كان بيعاني الأوروبيين نفسهم اشتكوا من المعاناه وقالوا يا جماعه ده معدلات التضخم بتزيد في اوروبا بشكل ملحوظ انت عارف الاوروبيين عندهم كده مصطلح يقول لك ايه الوان ديجيت اللي هو متعلق طبعا كان وان ديجيت انفليشن او انه التضخم بتاعهم طول عمره لا يعرف رقمين يعني تسعة وانت نازل رقم عشرة في المية ده ما يعرفوش ما يعرفوش والأوروبيين عاشوا لوقت طويل جدا معدل التضخم بتاعهم بيلعب ما بين 2 3 3.5% ده بحد اقصى حتى كنت تلاقي مثلا الجامعات في اوروبا يجي يقولك ان احنا ما بنزودش مصاريفنا السنويه أكتر من 4% لانه الموضوع لا يستحق مننا اي مزيد من النسب بتاعه الزياده لانه معدلات التضخم عندنا مستقره احيانا كتير جدا بتنخفض وان حركت فتلاقيها ما بتزيدش عن ال 4% دول فيقول لك لا انا خلاص بص مصاريف الجامعه هي ما تزيدش عن 4%. فكان المواطن الاوروبي اللي واخد قرار انه هيعلم عياله في الجامعه هو عارف انه بيدفع المصاريف في السنه دي كذا السنه الجايه احتمالات الزياده القصوى بتاعتها هتبقى 4% يبقى هيدفع كذا الى اخره حلو حلو الحقيقه انه مع الازمتين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية معدل التضخم قفز في أوروبا قفزات تخض يعني أنت متصور أنه بعض البلاد وكبيرة ومهمة معدل التضخم فيها بقى 11 12 طبعا ده رقم بالنسبه له ده في بلاد تانية بالمناسبه وبعض حتى البلاد الشقيقه الاثريه نفطيا معدلات الاسعار بتاعتهم ايضا زادت وزادت زيادات ملحوظه طيب تعال نرجع مره تانية على بلد لك بص يا يوسف انا ماليش دعوه بالقصه دي خلينا في مصر هقولك لك بص احنا في مصر كده بتعدينا الخطوتين اللي لورا احنا في مصر لازم نبقى معترفين بحاجه مهمه جدا انا بستورد قمح اه ولا لا بستورد قمح ويمكن ده كان من ضمن الاسباب واحنا اتكلمنا على ده ان احنا زودنا مساحه الرقعه الزراعيه اللي بنزرع فيها قمح بالتحديد يعني احنا بنزود الرقعه الزراعيه بتاعتنا في مصر بشكل كامل ومركزين جدا على قصه القمح ليه لان احنا شفنا اللي حصل ايام الحرب بتاعه روسيا واوكرانيا بالذات مش هقولك بس الكورونا تعرف ان احنا كانت اغلب وارداتنا من الاقماح بتيجي يا من اوكرانيا يا من روسيا وبالمناسبه كانت بتيجي من الاتنين مع الخلل اللي حصل في سلسله الامداد بسبب الحرب الى اخره، لقينا انه عمليا انا ما بقاش بيجي لي قمح فبقيت معتمد على ايه؟ معتمد على المخزون اللي عندي اللي هو المخزون الاحتياطي الاستراتيجي بتاع القمح اللي موجود في الصوامع وده كان مشروع ضخم وعظيم وكنا محتاجينه جدا. وثبت ان احنا كنا محتاجينه جدا لما شفنا الازمه بتاعه الحرب. ده انا ازيدك من الشعر بيت. عليك انك لازم تتذكر وراجع اللي انا بقوله لك ده انه كان في دول كبيره في اوروبا بتبقى معديه المراكب محمله باقماح بمواد غذائيه بحصلات زراعيه ومش رايحه مثلا مثلا لفرنسا مش رايحه لفرنسا مش رايحه لانجلترا هي رايحه لحته تانية بس واقفه في المينا لاسباب عده اسباب لوجيستكس يعني تيجي حكومه الدوله تقول لا الحكومه الحموله دي هتتفرغ عندنا انا محتاجها وكان الناس اصبحت تتخطف الحمولات الغذائيه اللي جايه وكلنا نتذكر ده واللي مش متذكر عنده جوجل يعني مليان اتفرج واقرا واستعيد بذاكرتك كل هذه الامور فانا كنت محتاج موضوع الصامع فالصامع انقذتني جدا في بدايه الحرب ولان احنا كنا بدانا المشروع الكبير بتاع الاستصلاح وان احنا نزود رقعتنا الزراعيه وبدانا نزرع قمح اكتر من المساحات اللي كنا بنزرعها قبل كده فبدا معدل استهلاكنا للقمح اللي هو كده كده متزايد بسبب انه كده كده احنا سكانيا بنزيد بس كمان بدات احاول اعوض ولو جزء عن طريق الزراعات القمح الجديده بتاعتي رجعنا للفلاح الفلاح قال ايه والفلاح والمزارع قال لك يا جماعه لو سمحتوا انا دلوقتي بزرع القمح ده وانا لازم اكسب حقي اكسب فالدوله عملت ايه قالت له طيب انا ما عنديش اي مشكله انك تكسب بل بالعكس انا هخليك تبيع لي القمح يعني لو سعر التوريد بنفس سعر العالمي نتذكر اظن الكلام ده واخواننا واهالينا الفلاحين اللي شغالين في الارض بعرقهم يعني وبدرعتهم زي ما بيتقال هم يحكموا على ده لانهم الادرى بذلك وبالفعل تم رفع سعر التوريد بتاع الاردب لنفس ذات السعر العالمي واتعمل زي خط معين سعري، والله احنا هنورد، انت هتورد لنا، هندي لك المبلغ ده، والله لو السعر العالمي زاد هدي لك الفروق، طب لو السعر العالمي قل هاخد منك الفرق؟ لا. اذا انا بشتري القمح، انا كدوله بشتري القمح من المزارع بسعر، السعر ده اللي هو سعر مين يا يوسف؟ السعر ده انا كدوله اللي بحدده؟ لا والله. البورصه العالميه اللي بتقول السعر الدولي كذا السعر العالمي كذا حاضر هورد لك بالسعر العالمي فاصبح التكلفه بتاعه توريد القمح متزايده وفي نفس الوقت احتياجاتي من القمح متزايده ليه لان انا عدد سكاني بيزيد